صباح الخير بركته، واليوم جانا بقى احلى فيديو جديد وحلقه جديده. تمام، النهارده هنلعب لعبه ستامبل جايز في الجوال. طبعا مش بي سي، انا ما عنديش بي سي. فالمشتركين واللي ما يعرفش لعبه ستامبل جايز، هي لعبه سباق كده، لعبه يعني بين كل واحد بس اللي هيفوز. في 32 حد يعني هيكون في اللعبة، هنتسابق. الجولة الأولى هيتأهل 16، الجولة الثانية هيتأهل 8، والجولة الثالثة والأخيرة هيتأهل، مش هيتأهل، هيفوز واحد بس وهيكسب تاني. اللعبة ممتعة، أنا جربتها خلف الكواليس. أنا قلتها. أوكي، خلينا نبحث عن أول جيم. المصر مش عارف. اوكي، والمفروض دلوقتي نبحث عن الجيم اللي هنروح فيه. والله اللعبة فيها مبات كتير يا شباب. او ماي جاد، وتويلز وسباقات ايه ده؟ هو ليه طول؟ ايه يا جماعة، هو بدأ متأخر جدا، دخلني متأخر جدا، ده حظي في الحياة يعني. ترميت رمية سودا. هي العيال رايحة فين؟ هو المفروض انا على حسب ما اشوف هم رايحين قدام. في مدافع كتير عايزين تدفعنا، مش عارف. اوكي، يا رب. طبعا في جليتشات كتير قوي للعبة. هو بلع، انا فوزي، انا اسطورة يعني. مينفعش شباب، انا اسطورة يعني، مينفعش تعملوني الحاجات الايزي دي. اوكي شباب، دخلنا على الجيم الثاني. هنا طبعا المفروض ان بلوكات حظ، يعني بلوكات صح وبلوكات خطا. يا جماعه مش همشي، يا جماعه اتكلوا على الله، مش همشي. قال لهم كده، قال لهم كده، قال لهم كده. الشباب مش عايزين تعرف الطريق. والله انا اسطوره، اوديك الطريق. او ماي جاد، اول واحد يفوز. بلعنا فوز من اول مره يا شباب، احنا اساطير في اللعبه. يا شباب ايه المبا دي؟ ان شاء الله هل المفروض نسبح لحاجه معينه ولا ايه؟ اول جيم العب اللعبه احتراف، ده يعني متعودين عليه، ده احتراف
الاصفر ده زي ما انتوا تشوفوا كده جبنا التاج الاول. ايه رحله البحث عن التاج الثاني. الشباب دخلنا على مابا يعني انا من صورتها بكرهها عشان بكره التحكم الخرا ده. يا شباب التحكم صعب بليز. اوكي يا شباب او ماي جاد على التعليق قللتك سودا. انا رحت فين يا شباب بليز بليز يا شباب. يا نهار اسود خسرنا يا شباب. اكتبوا لي تحت في الكومنتات تفتكروا انا هفوز دلوقتي بدون غش. انا شايف كل غشاش بغاش. لقيتكم سودا انا شايفكم. والله انا مستغرب الفوز ده عنده في مكان تاني. والله مش ناوي بيه عشان بكره لغتي بكره. يا شباب يا رب يا رب يا رب قطعنا الشوط الاول. يا رب بليز يا رب يا رب ما تخش بيه. ده ايه ده يا شباب؟ اوكي هو انا المفروض يعني اعبر كل العقبات دي بدون. يا نهار اسود التحكم ايه ده؟ ايه التحكم ده؟ التحكم صعب كتير. يا نهار اسود والنيل. ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ اوه ايه ده؟ عجلاتي محتاجه صيانه والله. ايه اوكي تقصد ايه اسطوره دلوقتي؟ والله لا يجيب لكم الفوز من ايه ده؟ ايه ده؟ بليز 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 يا رب افوز يا رب افوز يا رب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا رب افوز يا رب افوز يا رب افوز. ايه ده؟ اوكي بسرعه 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 بسرعه. اوه ماي جاد في سته فاز سته. ليه يا عم؟ اوه ماي جاد انا قدام الفوز انا قدام الفوز انا قدام الفوز. مش عايز اكون بني ده. لا خسرت. لا والله والله كنت قدام الفوز. ايه الحاجة اللي عمال يشاورني عليها بالصبح في الاسطنبل بس؟ اوه ماي جاد لفة مجانية. ده يا شباب. اوكي خلينا نشوف الستور بكامل جواهر عندهم. هنا لفه فري لو شاهدتي عليها. والله مش هشاهد. هنا في تلات سكنات سبيشال ب 125. انا معايا 125 فلو كانت معايا. هنا في 1600. ايه ده؟ استنبل باس اسطنبل باس سبيشال. هو المفروض ده هو اللي هيشحن لك الاسطنبل باس ولا ايه؟ المهم دي كان ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ في مدمازيل بعتالي طلب بلوك. انا معرفهاش. بلوك بلاي بلوك مزميزيل. ف بس كده دي كانت حلقة النهاردة. لعبنا فيها مبتين اسطنبل جايز وان شاء الله هنعملها سلسلة ونجيب تيجان كتير. بس يا رب تكون عجبتكم الحلقة وسلام.